السلام عليكم متابعينا الكرام. احنا هاليوم منزل رائد المقام العراقي المرحوم عبد الهادي البياتي، والان التقي بنجله الاستاذ موفق عبد الهادي البياتي. السلام عليكم استاذ موفق. عافيتك صحتك الله يرضى عليك. انا هاليوم ارتئيت بانه اوثق بيت المرحوم رائد المقام عبد الهادي البياتي. الله يبارك لي بعمرك. فهذا جنابك السادة يعني بيت والدك هذا؟ هذا بيت والدي. نعم. ويمكن بس هاي لو لك البيت هو بيت والدي هذا الثاني همينه. نعم. بس هو كان كله بيت واحد. بلي. بس احنا قسمناه انا واخوي، فهو اخذ النص وقسمه انا ما اخذت قسم. ممكن نصوره من برا تفضل يا استاذ؟ الله يسهل. الله يحفظك. هذا الباب الثانية؟ الباب الثاني. نعم. بلي. هذا ينتهي للشباك. نعم. للأخير. هذا المجتمع همين وياه. يا هو. هذا المجتمع. آه. هذا المجتمع وياه. بلي. ينتهي لهنا. نعم. نعم. هاي من يا سنة هذا البيت الله يعمره. هذا من سنة 56-57 مبني يعني هو. بلي. إيه بس إحنا سكننا فيه بالاثنين وستين. أيه. احنا هسه احنا العظمية شارع اللي يسموه شارع عمر عبد العزيز. هذا الشارع عمر عبد العزيز. بلي. يعني هذا الشارع ما تكون شي يسموه تحديدا. هذا ما هي ازقة هذه مال شارع عمر. اها. نعم. اكو فد مفاجأة صغيرة احنا ما نضرب حتى نضرب لنا عصفورين بحجارة. أيه واحدة. نعم. هذا المجتمل المت. هذا المجتمل قديم. الاستاذ يوسف عمر. اخذ بيتهم. بلي. اللي كانوا ساكنين بهذا المجتمع. نعم. فكان يجي هو الرجل ما يدخل جوه. نعم. بالمجتمع بس يجي يدق الباب وتطلع عليه زوجته الجديده ويروحون يعني. هو بس ما يبات هنا. كانت امه هي الله يرحمها ام اسماعيل اسمهم اسماعيل. بيت ام اسماعيل. بس يعني فترة وسرعان ما انفصلت من عنده. هاي زوجته الثانية. الثانية. نعم هاي الثانية. اللي قاعدها ولد يعني. ولد هو اسماعيل ابنها ولد. بلي. بس ولد واحد عدد. بلي. اي سكنوا في هذا المجتمع وبعدين راحوا. المهم انفصل. نعم نعم. ايوه يوسف عمر ما يطول. نعم. دابد انفصل. زين. هاي بها السنة تقريبا. هذه سنة يعني وسط السبعينات تقريبا. يعني احنا حتى بس نوضح الاكثر اللي من توفى والدك عبد الهادي البياتي. نعم. مرحوم توفى 73 تمام 74. نعم. بلي. فمن توفى ما كان يوصل. لا عمر. ما اخذ. بلي. يعني بعد من 75 تقدر تقوله فوق. اي نعم فوق هذا التاريخ تقريبا. هي وسط السبعينات. ايش قد طولت العلاقه يعني زواجهم؟ والله يعني بالضبط ما نقدر نحدد يعني. هم اول رجل يجي كل 3-4 ايام يجي هنا يدق الباب ويوقف الباب ما يدخل للمجتمع وتطلع للمرأة ويروح وياها. بعدين يعني ما كان يبات يم زوجته ام اسماعيل ياخذها ويروح ذاك البيت. ياخذها ويروح ذاك البيت. نعم. اللي هو وين يا هو تتذكره؟ اللي بال لما الصرافيه. الصرافيه. نعم. بلي. ايه. وهاي الفتره بعدين فصلت المرأة عنه يعني. هي ما كانت صغيره. نعم. هم كبيرة ومنفصلة عن زوجها السابق. أستاذ أم موفق هم كنت تشاهد يوسف عمر من يجي هنا وياخذها؟ أشوفه. نعم نعم. إيه؟ وشان يعني دائما هو أنيق يعني يلبس هدومه يعني يكشخ دائما والعطر ماله والربطة مالته وشان يمشط شعره لي ورا ويصبغ ويخلي له دهن وهذا يلمع شعره. بلي. إي أشوفه. هم سلم عليه وسائله. هو احنا كنا صغار شوي يعني. بلي. كنا صغار بس نعرفه. هو هم يعرفكم يعرف هذا بيت منه كذا. يعرفه بس ليه كان يجينا للمحل يعني يجي والدي يقعد. اها. ويسولف وخصوصا يحتاج تليفون يخابر لان كانت تليفونات ارضيه. ماكو ارضيه بالضبط. بس ايه. ارضيه. فعلى طول يجي يخابر من عندنا فينال ويقعد يشرب شاي وكذا ويروح. بعدين نعرفه احنا. انا كنت صغير اجيب لهم شاي. بلي. انا اجيب لهم. يعني بس هو يعرف انه هذا البيت المقابله بيت صديقه بيت ابو سامي وكذا. اي يعرف. بلي. صديق يعني صديق عزيز يعني حتى انه هو يعني احيانا مياناتهم قويه بيناتهم ميانه قويه.
بلي بلي اي طبعا هم البغادة اذا بصل ميانه قوي يعني مو اصدقاء. ممنون من جنابك استاذ موفق وممنون على هالمعلومات نفتقدها هذه المعلومات. شرفتنا الله يحفظك نورتنا ايضا الله يديمك يبارك لي بعمرك. محدثكم زكريا الانصاري مع خالص تحياتي لجنابكم الكريم. مع السلامه غاتي. مع السلامه.